بكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. 25 يوم والمعارك ما زالت مستمرة بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين المجموعات المسلحة اللي تتبع في حكومة الوفاق الوطني. قاعدين نتابع معكم في الأحداث وفي الموقف الميداني وفي الموقف العسكري أول بأول بدقيقة بدقيقة وأيضا نتابعوا في المتغيرات السياسية على مستوى محلي وعلى مستوى إقليمي وأيضا على مستوى دولي. وخلوني نرحب بضيفنا في الإستوديو اللي انضم لنا السيد فرج زيدان الباحث السياسي والقانوني استاذ فرج سعيد جدا بوجودك معي اليوم في انا لي سعيد بهذا اللقاء وشرف لي ومن خلالك احيي كل المشاهدين يعني وتحيه طيبه لك سيد فرج 25 يوم من انطلاق المعركه اللي اعلنها الجيش الوطني معركه تحرير طرابلس الان في جزء كبير من الناس يتساءل عن وصف وصف للمعركه وصف للعمليه العسكريه جزء يشوف انها هي حرب جهويه <applause> جزء اخر يقول انها هي حرب من اجل الاستيلاء على السلطه. جزء اخر يمثل في راي حكومه الوفاق والمجلس مجلس الدوله الاستشاري وجزء من جماعات الاسلام السياسي يقولوا انها هي حرب بين الدكتاتوريه وبين الديمقراطيه والدول المدنيه. كيف نقدر نصفوها في اليوم الخامس والعشرين؟ صحيح. اولا دعني يعني اقسم الاجابه على سؤال حضرتك المهم الى ثلاث مسارات. المسار الاول فيما يتعلق بمده ال 25 اليوم التي لربما تكون 26 او 27 والمسار الثاني فيما يتعلق بالحرب الالكترونيه او حرب المعلومات التي تستخدم لكي يتحصل الطرف الاخر المناهض للدوله على مشروعيه التحرك في مواجهه القوات المسلحه. دعنا الان في المسار الاول فيما يتعلق بال 25 يوم. القوات المسلحه لديها خطه معينه وتسير وهذه الخطه تستند الى مبدا التوازن بين الاعتبارات العسكريه التي ترتبط بالميدان وبين تجنيب المدنيين ويلات القتال اي بمعنى ان كان بامكان القوات المسلحه بان تدخل بشكل مباشر الى وسط احياء طرابلس ويكون هناك قتال داخل احياء طرابلس الا ان القوات المسلحه تريد ان توضح للليبيين وأنا واعتقد بان اهالي طرابلس وكل الليبيين باتوا يعرفون ذلك بانها تريد ان تبعد ويلات الحروب بالكامل على المدنيين في طرابلس خصوصا تدرك بان العاصمه تحتوي على كثافه كبيره جدا من السكان فضلا على عدد كبير غير مأهول من المؤسسات فيها هذا من جانب من جانب, جانب اخر القوات المسلحه تدرك كميات الرهيبه من الترسانه المسلحه من الاسلحه الثقيله للتشكيلات الميليشياويه وأنها تستخدم سياسات الأرض المحروقة وأنها لا تبالي كثيرا بحقوق المدنيين ولقد لاحظنا على سبيل المثال ما قامت به التشكيلات المسلحة في بنغازي على سبيل المثال أو درنا من قصف الأحياء والتجمعات السكانية وإلى غير ذلك ولذلك تريد القوات المسلحة استخدام حرب الاستنزاف فيما يتعلق بهذه المجموعات خصوصا وبأنها أصبحت مجموعات متحالفة أنت تدرك بأنها كانت في السابق مجموعات متنافسة متصارعة الان في مواجهه القوات المسلحه اصبحت الان تتحالف وحتى ان راينا على سبيل المثال ان صلاح بادي يقاتل تحت مظله حكومه الوفاق على سبيل المثال زياد بلعم مجالس الشورى التابعة لتنظيم الدفاع تيار المفتي المعروف برفضه لما يسمى بحكومة الوفاق واتفاق الخيارات والمجلس الرئاسي الآن يقاتل تحت هذه المظلة مستفيدا من مسألة أو محاولة الاستغلال ما يسمى بالاعتراف الدولي وغير ذلك سرايا ما يسمى بالدفاع عن عن بنغازي تنظيم القاعدة فضلا عن عصابات أو شبكات تهريب البشر الآن كلها الآن تحالفت مع التشكيلات ما نسميها ب قوة حماية طرابلس وهي ميليشيات مثل هيثم التجوري على سبيل المثال إغني والككلي مجموعات أخرى النواصي قدور وغيرها الآن هذه المجموعات تمتلك ترسانة كبيرة جدا من الأسلحة وحتى مضادات أرضية تراها يعني أنت حتى في هكذا يصورون أهالي طرابلس ومن ثم فإن القوات المسلحة بحسابات عسكرية دقيقة جدا لأن من يديرون هذه المعركة ضد هذه التجمعات الميليشيوية التي اختطفت العاصمة وما بها من مؤسسات هذه المجموعات الميليشياويه تستخدم الكثافه النيرانيه وتستخدم سياسه الارض المحروقه، ومن ثم تقدير الموقف العسكري، تقدير الموقف العسكري من قبل قاده غرف العمليات العسكريه الان يقتضي استنزاف هذه المجموعات والقضاء على القوه الرئيسيه فيها. يعني اذا ما اردت ان اعطيك مثالا حيا على سبيل المثال، ترى ان ثم تقصف دقيق لمخازن السلاح واهالي طرابلس يصورون ذلك، يعني هناك بعض مخازن السلاح تشتعل فيها النيران بعد قصفها لمده تزيد عن ثلاث ساعات نظرا بسبب وجود الكثافه الكبيره جدا من الاسلحه ومن الذخائر الان ومن ثم مساله تحييد هذا الجزء الرئيسي من هذا الكم الكبير من هذه الترسانه الفتاكه لان اسلحه فتاكه حتى توصيفها في قرارات مجلس الامن على سبيل المثال، ومن ثم هو جزء مهم جدا، لان مساله الدخول بشكل سريع الى طرابلس والقيام بحروب شبيهه بحروب العصابات داخل طرابلس، هذا الامر سيترتب عليه سقوط عدد كبير جدا من المدنيين، بالاضافه الى ذلك تدمير واسع النطاق في الاحياء السكنيه، بالاضافه الى ذلك المنشات الحيويه والمؤسسات السياديه. إذا ما أردنا أن نتكلم عن محور آخر في هذا الجزء الأول من سؤال حضرتك المهم استاذ خليل أنت تدرك بأن ثمة أطراف إقليمية ودولية هي لديها علاقة كبيرة جدا بهذه التشكيلات أو الميليشيات المسلحة وهي لديها موقف معادي بالمقابل مع الجيش الوطني ومن ثم هي لو وقع على سبيل المثال خسائر في صفوف المدنيين او على سبيل المثال خسائر في صف في المنشات والاعيان المدنيه على سبيل او البنيه التحتيه للمدينه هذا الامر سيستخدم ورقه ضد القوات المسلحه ولربما هذه المجموعات الان هي هي هي, هي, هي الان تسعى تسعى بشكل حثيث جدا لان تتحول المعارك داخل طرابلس لكي يقولوا لاهالي طرابلس ولسكان طرابلس بان هذه العمليات ما جلبت لطرابلس واهالي طرابلس الا التدمير وليست عمليات تحرير القوات المسلحه تدرك هذه المساله ولا يمكن ان تضعها اوراق في يد تلك الجهات المعاديه ومن ثم اصبحت حساب المده الزمنيه هو حساب ثانوي لو قارناه بالاهداف الاستراتيجيه التي هي ماذا هي تحقيق الانتصار باقل كلفه من الخسائر على المستوى البشري وعلى المستوى المادي ومن ثم مساله اخرى اذا ما اردنا ان نتكلم عن مساله البعض يسال متى تنتهي هذه العمليه العسكريه اقول لك لانك قد تحدد موعد انطلاق العمليه العسكريه ولكن متى تنتهي هذه العمليات العسكريه هي مساله لا يملكها احد، لكن القوات المسلحه اعتقد من خلال تصريحات قاده غرف العمليات والتصريحات الصادره من الناطق او المتحدث باسم القائد العام والقياده العامه للقوات المسلحه اللي هو احمد المسماري هم يتكلمون بان الخطه تسير كما اريد لها وبان هذه العمليات لن تاخذ فتره الطويلة جدا الآن وأعتقد بأن أهالي طرابلس الآن باتوا يفهمون بأن القوات المسلحة تسير مع استراتيجية الاستنزاف أهالي طرابلس باتوا هم الذين تحولوا إلى مصورين يعني تحولوا إلى مراسلين يعني انت لو لو لاحظت مواقع التواصل الاجتماعي ترى أهل طرابلس الان يصورون مثلا على سبيل المثال الصواريخ الدقيقه التي تسقط على مواقع عسكريه ونؤكد مواقع عسكريه الان بدقه يصورونها بل ويتفاخرون بها ويعلون عن اعجابهم ودقه القوات طيب. المسلحه في ضرباتها نعم طيب الوصف مجلس لا. الدوله الاستشاري وحكومه الوفاق يصف فيها ان هي حرب نعم بين الدكتاتوريه وحكم الفرد الواحد اللي حيكون هذا قادم وبين الديمقراطية والمدنية أولا نحن دعنا نتكلم الآن عن مسألة الحديث عن الدولة المدنية والديكتاتورية أولا نحن لا نعيش في مرحلة الدولة نحن نعيش في مرحلة لا دولة الآن هناك قبائل ومدن لديها مراكز قوة تساوي الدولة أو أكثر من الدولة إذا ما أردنا نتكلم بشكل عميق جدا معطيات الواقع ونفض الاشتباك مسألة فض الاشتباك في هكذا في هكذا زاوية مسألة مهمة جدا الآن نحن الآن لا نعيش مرحلة دولة الآن حتى أن شكل الدولة غير معروف الآن يعني ومن ثم مساله الحديث عن دوله ديمقراطيه مدنيه بوليسيه هذا من المبكر لاوانه هذا في السياق ومن ثم القوات المسلحه في في النقطه الاولى الاجابه على سؤال حضرتك الان هي تسعى الى استعاده الدوله اذا هذه المعركه هي معركه للحرب على الارهاب هي ليست ضد الدوله على سبيل المثال معركه للحرب على الارهاب ولطبقه او نخبه فاسده الان استاثرت بموارد الدوله لا يخفى على احد وتقارير ديوان المحاسبه بما فيها ديوان المحاسبه القابع في طرابلس ليس حتى البيضاء يتكلم عن فساد واسع النطاق ولعلك قرات استاذ خليل عن كميه الهدر الكبير جدا من الاموال والكميه الكبيره من الفساد ناهيك عن مساله اخرى العلاقه بين هذه الحكومه ما يسمى بحكومه الوفاق والتي لا تملك من الوفاق للاسم مع هذه الميليشيات المسلحه واسلوب الصفقه الذي يسير به فائز السراج ومعتيق الان اصبح واضح للعيان الان ومن ثم نحن الان نعيش امام مجموعة من السياسيين فاسدين بالإضافة إلى ذلك قادة ميليشيات هم يختطفون الدولة الآن ويستفيدون ويستأثرون بمواردها ويوزعون الفتات على الليبيين الآن بالإضافة إلى ذلك أصبحت هذه الأموال تستخدم لأمور تضر بالأمن القومي وتضر بوحدة الدولة الليبية وحتى الآن وصلت إلى حد إلى حد دفع الأموال إلى المرتزقة الشاديين وإلى ميليشيات تنظيم القاعدة الآن ومن ثم الحديث عن مسأله الدوله المدنيه هذه ما يعني الان اصبحت تستخدم كشعار في اطار الحرب الالكترونيه، في سياق اخر للسؤال على حضرتك انت الان. الان من الذي يتكلم عن الدوله المدنيه؟ اذا ما اردنا ان نتكلم عن تيارات اللا دوله، تيار الاسلام السياسي، جماعه الاخوان المسلمين والجماعه الليبيه المقاتله، هؤلاء هم خطر على الدوله المدنيه. هؤلاء هم اكبر خطر على الدوله المدنيه. وفي مصطلحاتهم وفي فقههم وفي كتبهم ومؤلفاتهم وتراثهم الفكري يعني الـ هذا الـ الـ الفكر الظلام الان هو يتكلم عن عن وصف الدوله المدنيه بانها دوله تتعارض مع الشريعه الاسلاميه، الان دعنا الان نتكلم بناحيه فقهيه فكريه وفقا لمرجعياتهم الان لكي نؤكد مدى استخدام هذه الامر في الحرب الالكترونيه ضد 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 تحرك القوات المسلحه اللي هو تحرك امني لمكافحه هذه المجموعات المج الارهابيه ولازاله هذه المعاناه وهذا الواقع المرير عن الليبيين الان جماعه الاخوان المسلمين والجماعه الليبيه المقاتله الان اولا لا تؤمن بالدوله القطريه دوله المستقله لا. لا تؤمن بالدوله الليبيه بحدودها الان ولا تؤمن بمبدا المواطنه الان ومن ثم هم في فقههم الان لهذه الجماعه هي الجماعه التي لابد ان تسير ما, ما يسمى بالدوله الاسلاميه ومفهوم الدولة الإسلامية هو قاسم مشترك بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة مع الجماعات الراديكالية المتشددة المتطرفة أقصد تنظيم القاعدة وبالإضافة إلى ذلك تنظيم داعش، ولا يؤمن بدولة الحدود ولديهم أن الأولوية تكون على سبيل المثال رئيس لهذه الدولة الإسلامية لا ينتمي إلى المواطنة وإلى جنسية الدولة الليبية وإنما هو ينتمي إلى هذه الجماعة، فولاء هذه الجماعة هو ليس للدولة الوطنية. إذا ما أضفنا إلى ذلك نحن الآن رأينا نحن كيف هذه الجماعة تحالفت مع المجموعات الإرهابية ألم يكونوا يقولون بأن أنصار الشريعة على سبيل المثال هم ثوار وإنهم فتية صدقوا معاهد الله عليه وبأنهم غايتهم هو يعني على سبيل المثال الحفاظ على مبادئ ثوره 17 فبراير ضد الانقلابات الم يكونوا نفس لم يقولوا ويطلقوا نفس الصياغات في معركه بنغازي قبل معركه طرابلس نفس هذه الصياغات بان هؤلاء ليسوا متطرفين وبانهم ليسوا دواعش وانهم ثوار يحافظون على الثوره من الثوره المضاده ومن الانقلابات العسكريه ومن الحكم العسكري اضف الى ذلك جماعه اخوان المسلمين هي التي انقلبت عن المسار الديمقراطي يعني الان عندنا انتخابات <applause> 2014 عن انتخاب مجلس النواب من الذي على سبيل المثال انقلب على المسار الديمقراطي ورفض التداول السلمي للسلطه وعد هذا السيناريو في اسطنبول سيناريو بلان بي في حاله ان نتائج الانتخابات بلان اي في حاله ان نتائج الانتخابات كانت في صالحهم وبلان بي في حاله ان مخرجات العمليه الانتخابيه لم تكن في صالحهم من الذي انقلب على المسار الديمقراطي وسبب هذا الشرخ الكبير جدا الان وحارب و و, و مناطق كانت يعني كانوا يطلقون عليها بثورات المضاده ودعم من الذي انتهك واقتحم ورشفانا واحدث فيها ما احدث بني وليد على سبيل المثال بعض مناطق قريبه من الزنتان من الذي احدث المجازر في غرور ثم بعد ذلك دعنا نتكلم عن الاشخاص او الثله التي تستخدم مصطلح الدوله المدنيه فائز السراج الان فائز السراج انقلب حتى على المسار ما يسمى بمسار اتفاق الصخيرات الان انقلب حتى على زملائه داخل المجلس الرئاسي اصبح هو ما يسمى بالقائد الاعلى واصبح هو يسمي نفسه برئيس الدوله ورئيس الوزراء واصبح هو رئيس ما يسمى بشركه مجلس اداره الخطوط شركه الاتصالات او ما الى ذلك اصبح هو الذي يتراس ما يسمى مجلس, مجلس أمناء الاستثمار. الاستثمارات ويجمع كل هذه المناصب الان واحتكر هذا الاتفاق السياسي وضرب بمبدا التوافق، اذا من الذي انقلب نهيك عن انقلاب فجر ليبيا، من الذي انقلب على على مسار اتفاق صغير؟ تعال نتكلم عن الشخصيه الثانيه فتحي بشار. من الذي انقلب على المسار الديمقراطي وهندسه لعمليه فجر ليبيا؟ من الذي خان الامه الليبيه والشعب الليبي الان؟ وقاطع العمليه الانتخابيه وسمى نفسه نائبا مقاطعا الان. من الذي ارتكب مجزره غرغور الان؟ من الذي رفض التداول السلمي للسلطه؟ تعال مثلا الى شخص اخر محمد صوان على سبيل المثال. من الذي دعم عمليه فجر ليبيا وايضا انقلب على المسار الديمقراطي؟ من الذي كان يقول بان انصار الشريعه هم فتيه وثوار وانهم ليسوا ارهابيين الان؟ الان نحن الان نتكلم امام حرب الكترونيه تشن غايتها هو محاولة تشويه تحرك القوات المسلحة الآن، طيب. وأن يقولوا بأن هذا التحرك ليس لمكافحة الإرهاب وإنما فقط هو للانقلاب على مبادئ وثورة السابع عشر من فبراير. إذا كل هذا الأمر إذا خاصة إذا ما خلصنا الأمر بأن مفهوم الدولة المدنية أو الدولة الحديثة الآن لا يمكن أن يستقيم بوجود بدون وجود سلطة لإنفاذ القانون. هذا محور آخر في النقاش. يعني أنت على سبيل المثال إذا ما أردت أن تأخذ نموذج الولايات المتحدة فرنسا هناك سلطات لإنفاذ القانون. لا توجد عصابات الان تتشدق وتقول باني انا الحارس للنظام الديمقراطي والحارس للانتخابات الان ومن ثم مساله الحديث عن الدوله المدنيه التي التي تريد سلطه للحفاظ على مؤسسات الدوله المدنيه التي التي تحتاج الى سلطة للحفاظ على حقوق الانسان ولفرض القانون يحتاج الى سلطه قويه قادره 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 على انفاذ القانون ومن ثم الحديث الحديث الان طيب. الان, الآن في ظل وجود هذا السلاح والميليشيات والمرتزقه تشادين الان عن حديث عن الدوله المدنيه الان كله مردود عليهم الان طيب وكله مقبول عليه يعني تبي تقول الان ان المؤسسه العسكريه ركيزه اساسيه وهي في قيام الدوله المدنيه وتحمي الدستور وتحمي الديمقراطيه آه. آه. الان في راي يقول لك في استمرار لظهور قيادات مطلوبه دوليا وايضا تنظيمات مصنفه عربيا ودوليا ان هي تنظيمات ارهابيه سرايا الدفاع عن غازي الى اخره مطلوبين دوليا زي صلاح بادي يقول لك الحسم العسكري تكلفه باهظة وما هوش الحل والحسم العسكري جعل التشكيلات المسلحه والمجموعات المسلحه اللي هي غير مؤدلجه وتنتمي للعاصمه طرابلس تتخندق مع التنظيمات الارهابيه يعني الحسم العسكري عقد الموضوع لا انا نحن الان خلينا ناخذ تجربه ما يسمى بتجربه السخيرات تجربه السخيرات انطلقت منذ نهايه في دي نهايه ديسمبر في 2015 الى الان يعني الان تجاوزت الاكثر من ما رفض الاسلاميين الديمقراطيه كان من أهم باب في اتفاق الصخيرة حتى نتكلم ونحاور القوم أو الآخرين بلسانهم الآن كان هناك باب كبير جدا يسمى باب الترتيبات الأمنية باب الترتيبات الأمنية كان يستند إلى مجموعة جملة من الاعتبارات أو جملة من الآليات اللي هي خروج التشكيلات المسلحة من المدن بما فيها طرابلس وجعلها بيئة مناسبة وهذا من لم يحدث وهذا لم يحدث بالإضافة ذلك نزع الأسلحة والذخائر وإلى غير ذلك ووضع اليات معينه للرقابه بشكل صارم جدا لتنفيذ هذه الترتيبات الامنيه. ما الذي حصل استاذ خليل الان؟ هل تقيدت خلال الاربع سنوات هذه المجموعات المسلحه او التشكيلات المسلحه غير النظاميه والميليشيات بالترتيبات الامنيه؟ بل بالعكس راينا بان تم اجريت صفقه للقبول بنزول السراج من تلك الفرقاطه والعوده من من تونس لحكومه منفى الى طرابلس صفقة أجريت وتمت برعاية الاستخبارات الإيطالية والبريطانية في منظمة كان في ظاهرها أنها منظمة دينية منظمة سانت إيجيدو بينما الاستخبارات الإيطالية وبالإضافة لذلك البريطانية والأمريكية خاصة في فترة أوباما وهيلاري كلينتون وأجروا مثل هذه الصفقة واشترط قادة التشكيلات المسلحة من بينهم عبد الحكيم بالحاج واخرين تيارات راديكاليه متطرفه انه لابد من اقصاء القيادات العسكريه وعلى راسها المشير خليفه حفتر من المشهد بالكامل ولذلك انزلت الماده 8. هنا يسال البعض وانا كنت معاصر لتجربه الصخيرات. وهنا يسال البعض الان ما هي القوه التي امتلكها تيار الاسلام السياسي حتى فرض هذه النصوص التي خرج المدعو الذي كان نائبا لعبد الرحمن السويحلي في مجلس الدولة ثم آه الذي قال بجرة قلم آه الذي قال نحن أقصينا الخليفة حفتر بجرة قلم فالمسألة أصبحت واضحة جدا ومن ثم الآن من الذي أفشل نموذج الصخيرة القيادة العامة والجيش لم يأتيهم في طرابلس في ذلك الوقت الآن القيادة العامة وصلت كانوا خارج الاتفاق السياسي الآن يعني دعنا الآن بحسابات ميدانية عملية حتى يكون كلامنا واقع الآن والليبيين هم شهود يعني شهود عيان وشهود على العصر يعني فلن تنطلي عليهم وليسوا الان محتاجين لمثلًا لفرز زيدان او غيره بان يص... يعطيهم محاضرات في هذه المساله الان. القياده العامه والجيش الليبي لم ياتي الى طرابلس في ذلك الوقت الآن. إذن اذا اتفاق الصخيرات فشل فشلا ذريعا جدا في ال... من الذي افشل؟ التشكيلات المسلحه، بل راينا ان فايز السراج وتيارات الاسلام السياسي عقدت ديل صفقه. اي بمعنى ان نحن يتم ادماجنا ضمن وزارتي الدفاع والداخليه في حكومه الوفاق وهم اصبحوا هياكل وزاره الدفاع والداخليه الان في مقابل يعني هذا الغطاء السياسي والمالي في مقابل القبول بفايز فايز السراج ومباشرته لهذه الصلاحيات والقبول بفكره المجلس الرئاسي والتعاطي معه. اذا هذه الترتيبات الامنيه فشلت ولم تنفذ لان هذه الميليشيات نفسها فشلت بانها تقبل بحل نفسها. وفشلت لان هذه الميليشيات لا تقبل بمنطق الدوله، لانها تريد ان تعيش بحاله اللا دوله. اذا هذه الميليشيات اختارت البيئه المناسبه لها. هذه البيئه المناسبه لها هي بيئه اللا دوله الان، ناهيك عن مساله اخرى. ان هذه الميليشيات تحولت الى ادوات للوكاله بيد اطراف معينه على مستوى الاقليمي وعلى مستوى الدولي، وان قرارها ليس بيد قاداتها الان، وان مشغلوها هم في الخارج. على مستوى اقليمي وعلى مستوى دولي الان، ومن ثم الحديث عن قول بان هذه الميليشيات لا وبعدين هذه الميليشيات مساله سريعه تغيير الولاءات او التحالفات. يعني على سبيل المثال هي قد تحارب هذه المجموعات التي تسمي نفسها عويله طرابلس تحت مسمى قوه حمايه طرابلس مع الميليشيات المسلحه القادمه من مصراته، هذا الصراع الذي الذين يقولون يجب ابعاد المصاريط من المشهد على سبيل المثال. وتتحارب مع المجموعات المقربة من تيارات الإسلام السياسي لوجود علاقة بين قادتها بعض الأطراف الإقليمية التي هي على صراع مع قطر القطري مع القطريين ومع الأتراك على سبيل المثال لكنها إذا ما تغير هذا الواقع فمستعدة لهذا لتغيير خارطة التحالف مع هذه الدول باتجاه محور آخر ومع هذه المجموعات ورأينا على سبيل المثال في بنغازي كيف تحالف داعش وتنظيم القاعدة كيف تحالفت الدروع مع أنصار الشريعة وإلى ذلك المسألة الأخرى هل هذه الميليشيات ستقبل بالحل السياسي؟ هذه نقطة مهمة جدا، هم دائما ما يتكلمون بأنه لا يوجد إلا الحل السياسي. طبعا الأطراف الدولية عندما تستخدم مصطلح الحل السياسي لأنها تريد الإبقاء على التوازنات في الميدان وتريد الحفاظ على حدود وقف إطلاق النار. لأن هناك مناطق نفوذ قسمت إليها الدولة الليبية بشكل غير معلن. وبدون حتى ما, ما, ما يعني بدون حتى رضا الليبيين وبدون ان يعلموا الليبيين، كانت هناك مناطق نفوذ مثلا الايطاليين يرون بان منطقه غرب ليبيا والجنوب الغربي هي منطقه نفوذهم، وان ثمه اطراف اخرين مثل فرنسا على سبيل المثال او الروس على لا يكون لهم مكان في في هذا المكان، يعني بالاضافه الى ذلك هناك اطراف اخرى، وهذا الأمر هو الذي رتب عدم التوافق الدولي والإقليمي قبل التوافق الداخلي حتى أن المجتمع الدولي هذا المجتمع الدولي لأنه هو كائن منقسم كائن غير موحد هذه الأطراف الدولية والإقليمية هي لم تتوافق يعني حتى الشعارات التي يصدرونها للليبيين للمطالبة بأن يتوافق اللي في الليبيين في الداخل هم لم يتقيدوا بها هم لم يتوافقوا في الداخل عندما نرى مثلا أوروبيين على سبيل المثال حول ليبيا هم ليسوا دول الجوار هناك حرب باردة يعني لم تكن بينهم حرب صلبة حرب ساخنه لكن هناك حرب بارده وهناك تنافس, تنافس وهو ظاهر للعيان عندما نتكلم عن المعسكر الروسي والولايات المتحده الامريكيه هناك صراع في في, في, في ليبيا وفي غيرها طيب من المناطق عندما نتكلم عن مصر والجزائر فهذه الاطراف دائما التي تنصح الليبيين في الداخل بان يتوافقوا هم ليسوا نعم في يعني ما فيش رؤيه مشتركه الان بين الدول وايضا حتى بين يعني دول الجوار تجاه الازمه الليبيه ما حضرتك انت هم بيقولوا لماذا الحل العسكري الان لماذا الآن هذه الميليشيات هي اثبتت بانها غير قابله للحل السياسي، بل هي التي احتكرت الحل السياسي لنفسها الآن، واصبحت الآن هذا الحل السياسي الآن بناء عليه اوجدت الظرف الملائم لكي تجعل من طرابلس مختطفه ولكي تحول طرابلس الى منطقه خضراء لان المجتمع الدولي يقول بانه لا يوجد حل عسكري الآن، وهذه المنطقه اصبحت منطقه خضراء محرمه الآن للاستئثار بما فيها من خيرات وبما فيها من موارد الآن طيب سيد فرج نعم. الآن جزء الآخر اللي يسر يصر ويقول لك أن الحسم العسكري ما هوش حل يقول لك في في أفراد موجودين في التشكيلات والمجموعات المسلحة في جزء منهم يشعر في داخله أنه هو على الجانب الخطأ اللي يتعارض مع مصالح الوطن لكن الجيش الوطني ما عطش تطمينات للأفراد اللي ربما هم مش متورطين في دماء أو في غيره ومحتاجين لتطمينات لا هو ليش اللي اللي يجمع فيهم كلهم في سلة واحدة؟ صحيح. دائما القوات المسلحة تطلق العديد من التطمينات وهناك أصلا كانت حتى في نوع من التواصل يعني في هناك بعض الأصدقاء وهناك يعني أناس داعمين لمشروع دولة ليبيا الوطنية في مواجهة مشروع لا دولة جلسوا وهذه المجموعات جلست في أكثر من دولة هناك تواصل يعني القيادة العامة فاتحة أبواب الحوار أبواب التواصل الآن في تطمينات خطاب القائد العام قبل انطلاق عملية طوفان الكرامة كان واضح من دخل إلى بيته فهو آمن من يعني ألقى سلاحه فهو آمن من رفع الراية البيضاء فهو آمن أضف إلى ذلك أن هذه المجموعات التي كانت تتكلم عن الحوار السياسي كانت تستخدم هذه الشعارات في بنغازي واستخدمتها في درنا استخدمتها في الجفرة في تمنهند تشوف أن هي شعارات للاستهلاك الإعلامي يعني. غير حقيقية السؤال الآن هل بنغازي حلت أزمتها عبر الحوار السياسي؟ هل درنا حلت ازمتها عبر الحوار السياسي مع تنظيم القاعده؟ هل الجفره وهل تمنهنت حلت ازمتها مع تيارات الاسلام السياسي؟ الذي يقول بهذا الامر هو لا يفهم سيكولوجيا الميليشيات المسلحه، هذه نقطه مهمه جدا. سيكولوجيا هذه الميليشيات المسلحه هي اختارت كما قلنا بيئه اللا دوله، بيئه الافلات من العقاب والافلات من المحاسبه، بيئه التخابر مع الاطراف الاجنبيه ووضع النفس تحت تصرف الاجنبي آه آه غير, غير كي الافلات من الملاحقه القضائيه بسبب تورطها في جرائم وانتهاكات واسعه النطاق لحقوق الانسان وارتباطها مع المجموعات الارهابيه الان المساله الاخرى يعني انا كيف اقبل ان شخص يتحدث لي عن الحل السياسي وهو متحالف مع تنظيم القاعده على سبيل المثال اعود واكرر نقطه مهمه جدا في الحديث شخص بيقول لي انه لا يوجد حل سياسي لازمه بنغازي ولازمه درنة ولازمه طرابلس ولازمه الجنوب وهو يتحالف مع المعارضه الشادية والمرتزقه ومع تنظيم القاعده وداعش، لا وصل الامر الى التحالف مع داعش الذي يكفر الدوله المدنيه ولا يقبلها ومن ثم ناهيك عن مساله اخرى، هناك اشخاص لديهم مصلحه في وجود هذا الانقسام. هناك أطراف على سبيل المثال إذا ما أردنا نتكلم داخل مثلا مجلس النواب رأيتهم خرجوا ببيان في ببيان لأن علاقتهم مع 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 السراج حتى أنهم أطلق عليهم بكتلة السراج على سبيل المثال ليست لديهم رغم أنهم يدركون أن زياد بلعم موجود صلاح بادي موجود، المعارضة شديدة موجوده، سرايا الفاروق موجود، مجالس الشورى الفارة من بنغازي ومن درنا وجدابيه موجوده لكنهم مع ذلك فضلوا أن تبقى هذه المجموعات الإرهابية التخريبية عن وجود القوات المسلحة لا لشيء إلا أنهم اما مؤدلجين يعني هم يسيرون وفقا لايديولوجيه تيارات الاسلام السياسي ام انهم منتفعون من استمرار هذا الوضع الان. الا اعتقد بان هناك شخص وطني بالفعل ويحب الدوله الليبيه يريد ان تستمر ليبيا بهذا الانقسام الان وانا اعتقد بان المساله يعني في بدايه سريان او دخول ما يسمى باتفاق خيارات حيز التنفيذ أنا كنت يعني أقيم العذر لكثير من الليبيين الذين يقولون بأن نموذج الحل السياسي هو الحل الوحيد وأن مسألة الحل العسكري م... لكن الآن بعد أن وصل القوات المسلحة لأبواب طرابلس وبعد أن تبين حقيقة المجلس الرئاسي واختطافه من قبل مجموعات خطيرة على الأمن القومي الليبي وأنها انقلبت على المسار الديمقراطي واختطفت هذا الاتفاق لنفسها وبأن مبدأ التوافق ما عاد موجود الآن وهو الركن الرئيس الركن الركين الذي يقوم عليه الاتفاق وأن فائز السراج هو الدكتاتور فائز السراج هو القائد الاعلى ويسمي نفسه برئيس الدوله الليبيه ورئيس الوزراء ورئيس كل المؤ... يعني غالبيه المؤسسات طيب السياديه والان راينا كن... كيف سيلا يعني حتى الاموال الليبيه بدون رقابه يعني 2 مليار وحوالي 400 مليون تم تسيلها للمجموعات المتطرفه رايناها مع انطلاق عمل... هذه العمليه بدون رقيب يعني نحن قاعدين في نموذج عدل نموذج سيء طيب الراي في راي اخر يعني استاذ فرج يقول لك نحن الآن كنا قدام فرصة تاريخية كان عندنا مشروع الملتقى الوطني الليبي وكان حيمثل كل الشرائح نتكلم على حامل السلاح نتكلم على المؤسسة العسكرية شخصيات سياسية تكنوقراط خبراء مشائخ وأعيان جزء من أنصار النظام السابق كانت عندنا فرصة تاريخية ليش الجيش الوطني اختار هذا التوقيت كانت الأمور حتحل وتمشي الأمور بشكل جيد الملتقى الوطني الليبي أولاً أن هذا الملتقى أفشل مسبقاً بسبب أن ثمة كيانات تابعه لتيارات الاسلام السياسي اعلنت بانها منسحبه منه قبل ان يبدا. يعني كان هناك مشروع لاشكال شككت في شكل التنفيذ لان هناك اصلا كان في عدم ثقه في بعض هذه التيارات في شخصيه غسان سلامه وكانوا يقولون بانه يمثل اطراف معينه. اقليميه ودوليه. هذه نقطه. النقطه الاخرى هذا من حيث بعض الاطراف. النقطه الاخرى بأن هذه الميليشيات المسلحة الآن لديها مشروع سياسي هي لا هي لا هي, لا هي, لا هي لا تقوم بالعمل السياسي لكنها هي التي تدير القرار السياسي من الخلف واعتقد بان هناك كثير من الصحف الاقليميه والعالميه فتح بشارة في لحظه من اللحظات قال ان التشكيلات المسلحه تحكم في القرار السياسي والاقتصادي والامني السياسي والاقتصادي وغير ذلك وكل الصحف العالميه تكلمت على كيف تسيطر هذه الميليشيات على المشهد السياسي والامني والاقتصادي والنقدي ايضا هذه الميليشيات المسلحه الان لو لو, لو اطلقنا سؤال ان هذا الملتقى لنفرض بانه انعقد على سبيل المثال في فغدامس في وافرز وأف... خارطه الطريق، ومن اهم النقاط في خارطه الطريق ان تنعقد ال... ان تجرى الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه في نهايه 2019. هل هذه التشكيلات المسلحه غير النظاميه وتنظيم القاعده على سبيل المثال وغيرهم من المجرمين والعصابات الذين يخشون من دوله القانون والملاحقه، ستسمح استاذ خليل باجراء الانتخابات؟ ستسمح بالحل السياسي الان؟ هذه هذه مساله. اذا ما اردنا ان نتكلم من من ناحيه اخرى التيارات الاسلام السياسي والمجموعات الراديكاليه المتطرفه الان هي نفسها الان لن تقبل باي حل عبر هذا الملتقى اذا الا اذا افرز هذا هذا الحل كان شكل هذا الحل يتوائم مع مصالحها الشيء الاخر هي وضعت وقدمت لغسان سلامه شروط مجموعه من الشروط للالتحاق بالملتقى الجامع. من بين هذه الشروط ان الانتخابات لن تجرى الا بعد صناعه ما يسمى بالقاعده الدستوريه السليمه. يقصدون بالقاعده الدستوريه السليمه مشروع الدستور الحالي الذي يحظى بانقسام حاد مجتمعي ومقاطعه مكونات وحتى ان مساله اجراء الاستفتاء عليه تمنى بتحديات كبيره جدا. وأن مسألة خروج دستور أو ولادة دستور للدولة الليبية يحتاج إلى سنوات. هم يقولون أن الانتخابات تجرى ما بعد الاستفتاء نهيك على أن ثمة نصوص يعني يراها البعض بأنها مفصلة لإقصاء بعض يعني الأطراف. ولذلك هم أرادوا أن يبقوا في المشهد لسنتين أو ثلاثة سنوات أخرى. إذا ما أضفنا إلى ذلك أن تيارات الإسلام السياسي الآن لديها مشروع لتقسيم الدولة الليبية، وأنا مسؤول عن هذا الكلام الآن. بعد أن هُزمت عسكريًا في المنطقة الشرقية او اقليم برقة. الآن رأت بأن هذا الاقليم الآن ما عاد يمكن ان تكون فيه تيارات الاسلام السياسي موجودة. وحتى يعني أي نشاط سياسي لا يمكن لها ان تكون موجودة باعتبار ان هذا الاقليم دفع ضريبة كبيرة جدا من دماء ابنائه. ولذلك هم يأسوا من هذا الاقليم. في نفس الوقت هم لا يقبلون باجراء الانتخابات ويخشون من نتائج الانتخابات مسبقا ولن يسمحوا باجراء العمليه الانتخابيه. وبالاضافه الى ذلك هم يريدون البقاء في المشهد وبالسيطره على مفاصل الدوله الليبيه في طرابلس الى اكثر من سنه، ولا يقبلون بمبدا التداول السلمي للسلطه. وفي المقابل المشروع السلطوي للسيطره على اقليم طرابلس الان يقتضي ايضا السيطره على الجنوب الجنوب الغربي لان فيه الشرايين الاقتصاديه لنجاح هذا المشروع السياسي بالسيطرة على أقليم طرابلس الآن ولذلك هم كانت لديهم يعني الرغبة في السيطرة على حقل الشرارة وحقل الفيل وحقل الوفاة ناهيك على أن ثمة مشغلين على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي والإيطاليين تحديدا يريدون كما قلنا أن يكون لديهم السيطرة الكامل على, على هذه المنشآت النفطية في هذه المنطقة بالكامل ومن ثم مشروعهم السياسي بالسيطرة على طرابلس وعلى وعلى على مفاصل السلطه فيها والمؤسسات فيها والسيطره على المشهد الاقتصادي من خلال السيطره على مورد المورد الوحيد للدخل الليبي او وهو مورد المنشات والحقول النفطيه خصوصا بعد ان ضمنوا بان موارد وعوائد النفط الخام الذي يخرج من خليج السدره هو يذهب وان القياده العامه لا تتدخل في المسائل الفنيه وفي المسائل الامنيه أو المسائل الماليه وفي مسائل التعاقدات هي فقط تركز على مساله التامين فقط ومن ثم اصبح هذا التيار الفاشي يعني مش التيار فقط الذي يشكل خطر على الدوله المدنيه هذا التيار الفاشي الان الذي لا يقبل حتى بمنطق التعدديه وللاسف يستخدم بعض الشخوص التي تتكلم عن الدوله المدنيه ولا للعسكره وغير ذلك يسوقها باعتبارها انها تيارات ليست من, من 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 اجنحه الاسلام السياسي وها هي تؤكد منطق الاسلام السياسي بان المؤسسه العسكريه طيب. على سبيل المثال وغيره ولذلك هم كما قلنا الان راوا بان هزموا عسكريا وبان المؤسسات يجب الا تبقى في شرق ليبيا ولذلك هم رفضوا وجودها في بنغازي او في البيضه او في طبرق على سبيل المثال يجب ان تبقى مش المساله مش مساله جهويه، يجب ان تبقى تحت سيطرتهم هم في طرابلس، ناهيك عن سيطرتهم على المشهد الاقتصادي. ولذلك كان هم قبل ان تنطلق عمليات الجيش، كانوا يريدون تجميع القوة العسكريه للذهاب باتجاه منطقه الجنوب الغربي لمحاوله ابعاد الجيش من هذه المنطقه. فعندما يخرج فتح بشاغه والسراج ويقول المجتمع الدولي خذلنا، وعندما يتكلم معتيق ويقول بان المجتمع الدولي قد تعهد لنا بأن الجيش الوطني لن يدخل في لن يدخل إلى طرابلس، أي بمعنى أن المجتمع الدولي قد تعهد لنا بإنشاء منطقة خضراء محرمة لن يستطيع الجيش الدخول إليها الآن. وعندما يتكلم عبد الرحمن السويحلي في إحدى تغريداته الآن بأننا أصبحنا مجبرين على استخدام الحل الذي لا نقبله اللي هو سيناريو التقسيم وفصل الدولة الليبية الآن، ومن ثم هذا المشروع أصبح خطير خطير جدا الآن. وأنا أقول لك شيء هذه المجموعات الان اذا استمرت في السيطره على طرابلس وضع طرابلس سيكون وضع يرقى الى مستوى الجحيم ويكون أسوأ من الوضع الصبر طيب. وتتحول طرابلس الى اماره تابعه لتنظيم القاعده طيب. في شمال افريقيا الان سيد فرج بعيد عن الاسلام السياسي اللي انقلب على الديمقراطيه في 2014 والمتحالفين معه الان في تيار مدني تيار م. مدني اللي هو نزل في جماعه بن غازي واللي كان دائما ينادي بدوله مدنيه ديمقراطيه ويطالب بمؤسسات الشرطه والجيش ودعم الجيش في عمليات العسكريه في بنغازي وفي درنا. جزء من التيار المدني اللي موجود في طرابلس موجود ايضا في بنغازي وفي كل مكان عنده اسئله ومحتاج اجابه عليه محتاج اجابه من القياده العامه للجيش. هل فعلا ما بعد نتكلم على مرحله ما بعد، هل حنشوفوا مجلس عسكري ونشوفوا حكم ديكتاتوري وحكم عسكري هذه مخاوف لتيار مدني مش تيار الاسلام السياسي نعم. ويطرحوا في الاسئله هذه وما نعم. فيش اجابه عليه. انا اعتقد لا بالعكس، المشير مثلا على سبيل المثال والقياده العامه اكدت بانها تريد الانتخابات منذ فتره طويله جدا وبان فشل الاتفاق السياسي خاصه فيما يتعلق بالنقطه الخلافيه العالقه الاكبر الا وهي مساله القائد الاعلى للقوات المسلحه. القياده العامه للقوات المسلحه قالت سنخضع فقط لان نحن ندرك خطوره الصلاحيات في منصب القائد الاعلى للقوات المسلحه وبانها ستستخدم ضد الجيش وما عجزوا عن تحقيقه بالبندقيه وبالدبابه قد يحققونه من خلال السياسه الان ولذلك قالت القياده العامه للقوات المسلحه باننا لن نخضع كمؤسسه عسكريه الا للرئيس المنتخب الى القائد الاعلى للقوات المسلحه المتمثل في الرئيس المنتخب من قبل الشعب وهذا هو المعمول تحت سلطه مدنيه منتخبه ما الرئيس هذا المنتخب من قبل الشعب هو شخص مدني ومن شروط الترشح على سبيل المثال ان يكون شخص مدني يعني وهذا هو الموجود وهذا ما سيذهب اليه الليبيين في دستورهم القادم ومن ثم انا دعني اعود لك الى النقطه المفصليه في الوقت الذي كانوا هم يتهمون فيه القياده العامه للعسكره كمصطلح سياسي غاية منه التشويه والتضليل على سبيل المثال وبث الرعب في في القيادة العامة للقوات المسلحة في الوقت الذي هم كانوا يقولون في ذلك القوات المسلحة قدمت نموذجا كانت هي السباقة وفرضت على الأطراف الدولية مسألة الانتخابات هذه لاحظناها في اتفاق باريس الأول مع السراج لسيل سان واتفاق باريس الثاني كان هناك نقطة بضرورة التوجه باتجاه الانتخابات في الوقت الذي كان هناك أطراف أطراف داخلية وداعمين إقليميين ودوليين لهم على سبيل المثال كانوا يرفضون إجراء الانتخابات باستخدام أن على سبيل المثال مسألة معضلة مشروع الدستور أن مشروع الدستور لابد أن يسبق على الانتخابات ولا نريد مرحلة انتقالية جديدة رغم أنهم جاءوا بانتخابات في ظل مرحلة انتقالية وقبل مشروع الدستور وبأن القاعدة الدستورية السليمة يمكن أن تكون مقترح فبراير على سبيل المثال لكنهم هم لماذا يتمسكون بمشروع الدستور الذي يحظى بانقسام الان وقد لا يرى النور حتى اذا ما راى النور سيتطلب سنوات لانهم يريدون ان يبقوا في المشهد سنوات لانهم يستخدمونه كشمع هم لن يقولوا باننا نخشى من الانتخابات ونخاف من الانتخابات لن يقولوها هكذا لن يوضحوا اجندتهم لا وانما هم يحاولون كما قلنا اضفاء نوع من المشروعيه على تحركهم باستخدام مشروع الدستور فالمساله بالاضافه الى ذلك هناك اطراف دوليه تتكلم عن الديمقراطيه، راينا سفير ايطاليا ويعترف بشكل متبجح امام احدى الفضائيات الليبيه الان، ويقول باننا لا نريد انتخابات من شانها ان تسمح لتيار سياسي بالسيطره على مفاصل الدوله. هي الانتخابات هي ماذا؟ حتى في ايطاليا، حتى في بريطانيا. الشعب يختار تيار سياسي معين يسند اليه السلطه، والتيار الذي يفشل في هذا الاستحقاق يكون في اطار المعارضه، يمارس المعارضه الان. ومن ثم نحن الآن نقدم للليبي مسألة مهمة جدا بأن القيادة العامة صدرت منذ فترة طويلة جدا مسألة التأكيد على الانتخابات بعد خاصة بعد فشل السياسيين في صناعة التوافق طيب بعد فشل السياسيين ورأيت أنت اجتماعهم في تونس لأكثر من مرة واجتماعهم في جنيف وأن للأسف هذه التيارات السياسية أصبحت تتغول وتتصارع على حساب مصلحة الوطن الآن وللأسف هذا الصراع الآن ماذا ترتب عليه الآن؟ ترتب عليه بمعنى عدم استقرار الدولة الليبية بل بالعكس عندما قدم غسان سلامة الملتقى الجامع وأصبحوا يخشون من فزاعة الملتقى الجامع قالوا بأننا يمكن أن نتوافق بشكل سريع جدا لكن هناك أطراف داخل مجلس النواب وداخل مجلس الدولة الآن هي لا ترغب في إجراء الانتخابات لأنها ترى بأن الانتخابات القادمة ستقصيها طيب. من المشهد وشفنا أيضا توافق المضطرين زي ما سميتها كان بين مجلس أعلى الدولة بين مجلس النواب الآن الموقف الدولي في رأي يقول إن في حال طولت الحرب وطولت المعارك والشبكات المسلحة العنيفة بين قوات الجيش الوطني وبين المجموعات المسلحة حنشوفه تغيير في مواقف الدول اللي هي تدعم في الجيش الوطني ويبدا الحديث كله ويبدا في دفع اجباري في قضيه ضروره الجلوس والمفاوضات ووقف اطلاق النار ويقول لك تغيير الموقف الايطالي او الموقف الامريكي او اتصال ترامب هذا كل التعويل مم. عليه غير دقيق يعني ما مواقف ترقى ان هي نسموها مواقف داعمه كويس كويس يخرجون تنظيم القاعده من طرابلس كويس تصور كويس جدا يخرجوا تنظيم القاعده من طرابلس ويخرجوا صلاح البادي من طرابلس وينفذوا الترتيبات الامنيه التي فشل المجتمع الدولي بل بالعكس المجتمع الدولي الاطراف الدوليه الانتهازيه الانتهازيه بين قوسين الان هي التي مكنت هذه الميليشيات والاستخبارات الايطاليه والبريطانيه معروفه هي التي مكنت هذه الميليشيات من التحكم في مفاصل الدوله وتدرك هذه الاطراف الدوليه بان فائز السراج ما هو الا بيدق يتحرك على رقعة شطرنج وبان هذه الميليشيات هي التي تتحكم في القرار السياسي والقرار الاقتصادي والنهب، وان ليبيا تعيش في حاله نهب منظم بشكل كبير جدا وكما قال سلامه كل يوم يصنع مليونير جديد في هذه المساله الان. وفتحي بشاغه تكلم وقال هناك حاله نهب وهناك هناك مجموعات تابعه لوزاره الداخليه لا يوجد سيطره عليها وتمارس حاله الجريمه المنظمه، هذا فتحي بشاغه نفسه الذي يدعي بانه وزير الداخلية واشاد بمجهودات الجيش في الجنوب واشاد بمجهودات الجيش وقال بانها جهود وطنيه والى غير دليل. لا انا 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 المساله يجب الا تاخذ هكذا بشكل سهل وسطحي انا اعتقد بان كما قلنا الان الليبيين استاذ خليل الان لديهم وعي بكل هذه المسائل وهم بالعكس الليبيين الان خلينا من هذه التيارات المؤدلجه يرون بان هذه التيارات هي خطر عليهم ويرون بان المؤسسه العسكريه هي الضامن هي الضامن بين قوسين وبالاحمر هي الضامن للدوله المدنيه وللتداول السلمي على السلطه راينا على سبيل المثال انه في بنغازي كان كنموذج لان عندما بدات حركه الجيش وعمليه الكرامه انطلقت من بنغازي. راينا من الذي افشل العمليه الانتخابيه ومن الذي حمى صناديق الاقتراع. في امور استاذ خليل بعد اذنك نحب نذكر بها الراي العام مهمه جدا لان مرات احيانا النسيان موجود لربما احد ينسى. في بنغازي وانت يعني يعني قريب منها ويعني ابن بار للدوله الليبيه وترى وشخص مثقف قبل ان تكون يعني اعلامي الان وكل الليبيين يعرف يعني. نموذج بنغازي عندما انطلقت العمليه العسكريه بل ان الجيش اصدر بيان بايقاف العمليات العسكريه في هذا اليوم ولم تتدخل الطائرات في تلك وانا ابن بنغازي يعني اتكلم الان كشاهد عياني قبل ان اكون محللا لم تتدخل الطائرات الحربيه في المساء الا بعد ان تم الاعتداء على غرفه العمليات الامنيه المشتركه من قبل سرايا سرايا المتطرفه التابعه لمجموعات البتار والتنظيمات المتطرفه الاخرى وتدرك انت الاعتداء الذي حصل على الناشطة وسلوى بوقعقيس رحمة الله عليه عندما خرجت في تلك المداخل على قناة النبأ وقالت الآن لابد من الليبيين أن يخرجوا الآن كانت صوت مهم جدا ومؤثرة في الرأي العام يعني ولذلك هم خشوا من هذا الدفاع المستميت على ضرورة خروج الليبيين الآن لإجراء العملية الانتخابية للتخلص من المؤتمر الوطني العام في ذلك الوقت فمساله على سبيل المثال المؤسسه العسكريه في هناك شواهد وثوابت الان ندلل بها ان المؤسسه العسكريه ضامنه الان ضامنه تصريحاتها السابقه التي تؤكد على مساله ضروره الخضوع للقائد الاعلى اللي هو الرئيس المنتخب مساله اجراء الانتخابات لان السياسيين الان هم افسدوا المشهد السياسي افسدوا المشهد السياسي من اجل مصالحهم لكنهم عندما حسوا بأن المشهد السياسي سيتأخر سيتغير بعد عملية طرابلس، هذه نقطة مهمة جدا هذا هو السؤال اللي نختم يعني. نعم. به الآن نعم. ال... عشان ما عاش عندنا إلا خمس دقائق للأسف سيد فرج زيدان هل نحن الآن قدام واقع سياسي جديد لما نحكم ما بعد العملية العسكرية للجيش الوطني؟ يعني أنا لو سألتك سؤال أستاذ خليل هل الليبيين يرغبون في إجراء التغيير؟ بالتأكيد أنك تقول لي قبل ما تكون إعلامي أنت ابن هذا الوطن بيقول لي الليبيين يرغبون في انهاء هذا المشهد البائس وحاله الانقسام التي سببت هذا النهب الممنهج وهذا هذه الاموال التي ذهبت الى الارهابيين وهذا النفوذ ليبيا اصبحت الان طرابلس تحت الوصايه والنفوذ طرابلس ما فيها من مؤسسات سياديه لا اتكلم عن المدينه، المؤسسات السياديه لو سالتك الان مصرف ليبيا المركزي اللي في طرابلس اللي على راسها صدي الكبير، المؤسسه الوطنيه النفط اللي على راسها مصفى صنع الله، المؤسسه الليبيه للاستثمار اصبحت تدار من قبل دول الانجليز عندما قدموا حوالي خمس مشاريع قرار في مجلس الامن لانهم يسيطرون على هذه المؤسسات القطريين ايضا لديهم نفوذ على مصرف ليبيا وانا اذكرك بواقع مهم جدا تذكير مهم جدا مره حصلت مشكله بين المجلس المجلس الرئاسي والصديق كبير الصديق كبير قام ب يعني على سبيل المثال بعض الاموال منحها عن المركز الرئاسي واستخدم بعض البنود في صراع مع المجلس الرئاسي ذهب مارتن كوبلر عندما كان مبعوثا امميا في ذلك الوقت الى الدوحه طالبة منهم الضغط على الصدي الكبير وعلى طارق المقريف المستشار للسيدة الأولى لا نريد ذكر الأسماء السيدة الأولى في قطر زوجة الأمير حمد وقال مارتن كوبلر نريد من الدوحة التدخل للضغط على الصدي الكبير وطارق لمجريف لتسهيل الأموال المطلوبة من المجلس الرئاسي فأنا أؤكد لك بأن هذه الدول الآن قطر وتركيا تحديداً وبالإضافة إلى بريطانيا وحتى إيطاليا هي الان التي تسيطر وتوجه على هذه المؤسسات هذه المجموعات فايز السراج عتيق فتحي بشاغه بالاضافه الى ذلك مصطفى صنع الله ورئيس المؤسسه الوطنيه للنفط الان وحتى المؤسسه الليبيه للاستثمار هم يدركون بانهم لا يمتلكون شرعيه في الداخل لا في نظر الليبيين ولا حتى شرعيه من قبل البرلمان كيف تقرا المواقف الاخيره لمصطفى صنع الله رئيس مؤسسة الوطنيه للنفط لا هو مصطفى صنع الله انا أقول لك هو الان ارتمى في احضان الاطراف الاخرى بالوضوح بهذا بالوضوح. الوضوح اولا مصطفى صنع الله كان من بين الاسباب من بين الاشخ يعني عمل بطريقه كبيره جدا على الا المؤسسه الوطنيه للنفط تنعقد في مقرها الرئيسي في بنغازي وبانه اخل حتى بالاتفاق توحيد المؤسسه المؤسسه الوطنيه ماهيش موحده على فكره بس هو استغل هذا الاتفاق الذي تم بينه وبين الناجي المغربي وتم برعايه اطراف دوليه يعني في فيينا وفي تونس ومحطات اخرى كان الامريكان موجودين كانوا الايطاليين موجودين الانجليز موجودين وغير ذلك ولم يتقيد به الان لان من بين الشروط ان يمارس مصطفى صنع الله لاعماله من من بنغازي الان لكن مصطفى صنع الله لماذا قبل في ذلك الوقت بمساله ان يباشر مهامه في بنغازي لان كان الجدران في ذلك الوقت ابراهيم الجدران كان يسيطر على هذه المنطقه وابراهيم الجدران لا يريد ان تكون المؤسسه الوطنيه النفط في بنغازي لان يعني لديه حسابات خاصه مع القياده العامه للجيش وغير ذلك يعني بمعنى حسابات عدائيه حسابات عدائيه مع القياده العامه للجيش فهو يدرك مصطفى صنع الله بأن هذا الشرط هذا الاتفاق سيكون حبر على ورق فقط وسيستخدم هذا الاتفاق ويحتكره لنفسه الآن بينما ما عليه من التزامات لم ينفذه لكن عندما تدخلت قوات الجيش وطردت الجدران وعصابة الجدران من هذه المنطقة الآن قالوا لمصطفى صنع الله تعال وارجع استخدم عدة يعني مبررات الآن غير مقبولة لأن لماذا؟ لأنه ثمة تيارات سياسية وإطراف إقليمية ودولية تدعم مصطفى صنع الله هي التي لا تريد وهو وهو يدرك بانه لو ذهب ومارس مهام من فان هذه الاطراف الدوليه والاقليميه سترفع الغطاء منه وهو لا لا يمتلك شرعيه الا من هذه المجموعات وانا اذكرك بما قال مصطفى صنع الله في تصريحه على قناه البي بي سي البريطانيه في الفتره عندما الحكومه المؤقته كلفت فرج الحاسي كرئيس المؤسسه الوطنيه للنفط التابع للبرلمان والحكومه المؤقته قال بان شرعيتي استقيها ليس من البرلمان انما شرعيتي استقيها بكل جراه من المجتمع الدولي وبقرارات من مجلس الامن الان. هذه الاطراف الان تدرك بانها ليست لا تمتلك شرعيه في الداخل الان. وبالمقابل فان الاعتراف الدولي الذي تتمتع به الان هو ليس صكا على بياض. ومن ثم هي الان دخلت في اسلوب الصفقات مع بعض هذه الاطراف الان. ناهيك على انه اذكرك ان مصطفى صنع الله استخدم نفس اللغه في عمليات الجنوب عند تحرير حقل الشراره. قال بان لدي القلق الان من ان هذه العمليه تحولت من عمليه تطهير منطقه، تحرير منطقه الى السيطره على البنيه النفطيه الان. فمصطفى طيب. صنعاء الله استخدم هذه الشعارات في الجنوب وفي حقول الجنوب الغربي قبل ان يستخدمها الان، وبعد ذلك عمليه تصدير النفط الان، لم ليست لها علاقه بالعكس ان ان الغاز والنفط الخام يتدفق من حقل الشراره وحقل الفيل باتجاه نعم. باتجاه الشمال الغربي الان طيب فيش اي مشكله لكن واضح انه هو استخدم المؤسسه الوطنيه للنفط في هذا الصراع الان واقحمها في التجاذبات السياسيه رغم اللغه الغير صادقه التي يصدرها باني انا بعيد عن التجاذبات السياسيه عموما انا صراحة للاسف 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 دهمنا ده الوقت يعني استاذ فرج زيدان وعندنا اسئله واجدة للاسف ما نقدرش لكن الجيش في نهايه الامر يعني بعد اذنك في ثواني انه سيمضي في هذا الامر نعم. الان وانا اتمنى من كل الليبيين ان يدعموه ويلتفوا حول الان لانه هو مشروع الخلاص لان هذه الجماعات لو استمرت في الاستحكام والسيطره على طرابلس وبها من مؤسسات سياديه الان اعتقد بان الليبيين سينتقلوا الى وضع اكثر كابوسا للاسف نعم. طيب. وان الاموال ستهدر لهذه المجموعات الاجراميه اشكرك جزيل الشكر الباحث السياسي والقانوني السيد فرج زيدان كنا سعداء جدا بوجودك معنا دهمنا الوقت مشاهدينا الكرام وصلنا الى نهايه حلقه بلاد الليله تحياتي انا خليل الحاسي وايضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد نتمنى لكم امسيه طيبه